أعلنت فصائل الثوار في الجبهة الجنوبية بدرعا عن بدء معركة جديدة ضد قوات النظام حاملة اسم هي لله، وذلك استجابة لنداءات الفزعة لمدينة درعا دون أن تحدد الفصائل وجهتها. وأفادت مصادر محلية أن الثوار هاجموا رتلا لقوات النظام في بلدة تل العدس بريف درعا أثناء توجهه إلى ريف دمشق الغربي وأجبروا على التراجع. وبالمقابل شن النظام غارات على مدينة بصر الشام وبلدة نصيب أودت بحياة عدد من الثوار. هذا وأفاد ناشطون في الجنوب السوري بأن الثوار أطلقوا معركة أخرى للهجوم على تل براق في ريف القنيطرة دون ورود معلومات عن إحراز أي تقدم. ومعنا عبر سكايب من درعا الناشط الإعلامي أحمد المسالمة. مرحبا بك سيد أحمد، ما تفاصيل المعارك التي أطلقتها اليوم الجبهة الجنوبية في درعا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم انطلقت معركتين، معركة في الجهة الجنوبية الشرقية شرقي مدينة بصر الشام كانت تهدف إلى تحرير حاجز برد، ولكن قوات النظام نتيجة القصف العنيف والغارات الجوية المكثفة أجبرت الجيش الحر على التراجع من هذه المعركة بعد أن قامت قوات النظام باستهداف مدينة بصر الشام ب11 غارة جوية، مما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء وقصف مدفعي عنيف استهدف المنطقة بشكل كامل، إن كانت إصماد وبصر الشام وحتى أم ولد والمسيفري ورخم والكرك الشرقي. بالإضافة إلى ذلك كان هناك هجوم واسع شنه الجيش الحر بمعركة هي لله التي أطلقها صبيحة هذا اليوم في ريف القنيطرة. هذه المعركة تهدف كانت إلى مؤازرة أهلنا ونصرة أهلنا في دارية وحلب، وهذه المعركة بدأت بهجوم واسع وعنيف من الجيش الحر بقصف مدفعي وصاروخ على قوات النظام المتواجدة بتل براق ومنط الحصان في هذه المنطقة، وتكبدت قوات النظام بخسائر فادحة. وأتت المعركة بعد أن تمكن الجيش الحر من تدمير رتل لقوات النظام خرج من الفرقة التاسعة باتجاه منطقة دير العدس، كان يتوقع أن يذهب إلى جنوب دمشق لكن الجيش الحر تصدى له أجبره على التراجع والتشتت في منطقة دير العدس. طيب سيد أحمد، هناك أنباء أن معركة هي لله انتهت بعد ساعات من انطلاقها، ما هي حقيقة الأمر؟ نعم أخي الكريم، المعركة هدأ وطيسها بشكل كبير جدا، ونتوقع أن المعركة شبه توقفت في المنطقة بعد وصول مؤازرات من قوات النظام إلى محيط تل بزاق الذي استهدفه الجيش الحر بشكل عنيف جدا ودمر آليات هناك وقتل عدد من قوات النظام، وأيضا تم تدمير رشاش لقوات النظام فطلبت مؤازرات وسمعت هذه المؤازرات عبر أجهزة اللاسلكي، ووصلت المؤازرات من اللواء 90 إلى المنطقة، وأيضا هناك انسحابات لبعض فصائل الجيش الحر من الصباح الباكر وقالت انها غير معنيه وقالت انها غير مشاركه حتى بهذه المعركه. للاسف المعركه شبه متوقفه هذه اللحظه. نعم، طيب ما هي المناطق التي تعرضت للقصف اليوم وما حصيله الضحايا؟ نعم، كان هناك 11 غارة جوية على مدينة بصر الشام بالإضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي، مما أدى إلى ارتقاء 8 من الشهداء منهم من الجيش الحر ومنهم من المدنيين من نساء وأطفال، وأيضا تعرضت بلدة الحارة للقصف بالجهة الشمالية الغربية بالطريق الواصل بين عجم بير عجم والحارة وأيضا عقربة ومنطقة مثلث الموت، بالإضافة إلى غارة جوية إلى بلدة نصيب وأم ولد الكرك الشرقي رخم قصفت بالمدفعية، منطقة إيب بمنطقة اللجاء وهي قرية صغيرة تعرضت للقصف المدفعي من اللواء 43 التابع لقوات وعصابات النظام، الأحياء المحررة بدرعا البلد قصفت وأيضا محيط جمرك درعا القديم، بالإضافة إلى درعا المحطة التي قصفت بدبابات قوات النظام، ومخيم درعا تعرض للقصف أيضا برشاشات ثقيلة. نعم، من درعا الناشط الإعلامي أحمد المسالمة، شكرا جزيلا لك. وفي درية قالت مصادر إعلامية في المدينة إن قوات النظام تمكنت اليوم من التقدم في الجهة الجنوبية الغربية مسافة 200 متر باتجاه الأحياء السكنية في درية بعد قصف مكثف واشتباكات ضد ثوار. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من درية المحاصرة فادي محمد، عضو مكتب العلاقات في المجلس المحلي لدرية. مرحبا بك سيد فادي، ضعنا في صورة التقدم الذي أحرزه النظام في درية وما هي أسبابه؟ نعم مساء الخير. بالنسبة للتقدم، هو استمرار للعملية العسكرية والحملة الشرسة التي يشنها النظام، يعني هو تقدم متصل بعمليته التي بدأها منذ أن قام بخرق اتفاقية وقف الأعمال القتالية منتصف الشهر الخامس وإلى اليوم. هي تتمة العملية على المحور الجنوبي والجنوبي الغربي. طبعا سبب هذا التراجع هو يعني
حاله كحال الأيام السابقة، باعتبار أن النظام يعتمد على الأرض المحروقة من خلال تمهيد ناري وقصف صاروخي ومدفعي، بالإضافة إلى البراميل المتفجرة لكل المنطقة التي سوف يتقدم إليها. طيب، كيف يؤثر تقدم النظام في دارية على الأوضاع الإنسانية في المدينة؟ تقدم النظام هو بشكل رئيسي يعني يضيق أكثر على المدنيين، إما من ناحية أنه بالفترة الأخيرة تمكن من السيطرة على الأراضي الزراعية وبالتالي على احتلال مصدر الرزق الوحيد الذي كان يعين المدنيين على الحصار وقسوة الحصار، أو من ناحية تقليص المساحة الجغرافية وبالتالي إجبار المدنيين على النزوح من تلك الأراضي الزراعية ومن أطراف المدينة إلى داخل المدينة، وبالتالي التضييق أكثر وأكثر عليهم، ومن ثم اللجوء إلى التضييق أكثر على المدنيين من خلال القصف بصواريخ الفيل وبالبراميل المتفجرة. طيب، الثوار في الجبهة الجنوبية أطلقوا معركة اليوم نصرة لدارية، هل هناك تنسيق عسكري مع الثوار في دارية؟ وما هي النتائج المرجوة من هذه المعركة؟ يعني غالبا بالنسبة للأخبار العسكرية يعني أي تنسيق فهو غالبا سيكون سر، سيكون غير معلن، إن كان من ناحية نتائج المعارك نعم. أو من ناحية الترتيبات والتجهيزات على الأرض. إلى الآن لم نرى، هو بيان باسم المعركة هي لله، لم يتضح بعد ما هي نتائج المعركة، ما هي الأهداف المرجوة من المعركة، ولكن كل ما نأمل أن يعني يكون عمل ضخم يستمر لأسابيع طويلة ربما، ليس فقط أيام وأهداف جزئية. نعم، شكرا لكم. تابعنا من دارية المحاصرة فادي محمد، عضو مكتب العلاقات في المجلس المحلي لدارية. ودعما لدارية، خرج الأهالي في مدينة دومة في الغوطة الشرقية بمظاهرة، حيث حيوا صمود الثوار في دارية، ورفع المشاركون لافتات طالبوا فيها بفتح باقي الجبهات للتخفيف عن دارية والعمل لمنع تقسيم الغوطة.